والعدوان. محمد، من ناحية الإجابات إن شاء الله أنك ما كنت فاقد السيطرة عليها، لأنك في بعض الإجابات اللي موجودة هنا شفتها أنا سهلة، ولكن أتمنى يا محمد أنها كانت صحيحة إن شاء الله. نبدأ من السؤال الأخير من الصفة المحببة فيك لدى العائلة، وأنت قلت الصدق. الصدق كان معها الاحترام والصمت من ناحية الاختيارات. أتوقع أنه صحيح؟ بإذن الله. الإجابة هنا كانت خاطئة يا محمد. أنا لما سألت أهل قالوا الاحترام، كانوا يشوفون فيك الصفة هذه بشكل أكبر، وكانوا يشوفونها يعني ضياء لك يشع فيك من صفاتك اللي هي الصدق والأشياء الثانية، لكن الاحترام كان هي الصفة الصحيحة. نروح السؤال الثاني. المعلم اللي درسك في مرحلة الابتدائية ودرس أخوك بنفس المرحلة، أنت قلت لي بدر النفيسة عبد الرحمن الحارثي، كان مستبعد، وعايض القرني قلت انه ما درس اخوك مساعد، وكانت الإجابة للأسف ايضا صحيحة. ارتفعت معنويات؟ ايه. ولا باقي الى الان متوتر ما تدري؟ لا ان شاء الله باقي صح. طيب نروح للسؤال اللي بعده. السؤال يقول اقرب واحد من خوالك لامك، وانت قلت لي ان الإجابة محمد، وكانت الاختيارات محمد وسالم وناصر. ليش استبعدت سالم يا محمد؟ سالم هذا خال كبير، بس اخترت محمد بحكم القرب. القرب قرب ايش؟ قرب العمر ولا؟ لا قرب العمر وقرب تواصلنا معهم دائما يعني، وعندنا يعني في الخارج. يعني بسبب قرب المكان؟ ايه. وقرب العمر اخترت محمد؟ ايه. يا محمد، وهذه إجابة صحيحة بعد. عندنا الآن إجابتين صحيحة وإجابة خطأ، إن شاء الله أنها تكتمل. باقي عندنا 7 أسئلة، باقي الخطأ المسموح فيها 2 فقط، وإن شاء الله أنك تلاقي أهلك يا محمد الليلة. طيب السؤال السابع، قلت أنت أكثر شيء تخافه أمك منك، أنت قلت لي السفر. السفر للأسف الشديد، هو حصل موقف طيب قبل يا محمد؟ موقف ايش؟ فيه موقف وضح لك ان السفر انها كانت تخاف امك منك؟ اي دائما تنهينا عن السفر كذا وانتبه، حتى رحت من الرياض قريب تقول انتبه كذا. يعني دائما نقاش العائلي من ناحيتك انت وامك وخوفها وحرصها عليك جدا من ناحيه نقطه السفر يعني. إيه. حتى اروح محل بعيد بعد مره تردني اروح محل. طيب ما هو يمكن يكون من القيادة مثلا؟ لا هو من القيادة. طيب أنا بعطيك واحد من الاختيارات ممكن يكون إجابة صحيحة، اللي هو استخدام الجوال أثناء القيادة. اي والله، بس ترى ما قلنا هو صح ولا غلط إلى الآن، بس هذا بعد كانت تنهينا عنه دائم، تنهاك دائم عن النقطة هذه اللي كانت اختيارها الثاني السرعة، و استخدام الجوال أثناء القيادة. ويبدو على محمد الآن أنه عرف إجابة هالسؤال، وكانت إجابة السؤال للأسف الشديد الخطأ الثاني اللي يرتكبه محمد معنا في هذا اليوم. عندنا 50% من الأسئلة صح و 50% من الأسئلة غلط. عندنا جوابين صح وجوابين غلط. وش تشوف يا محمد؟ وش تقول؟ وش تتوقع؟ بإذن الله أنا صح الباقي إن شاء الله. طيب أنا ودي على بال ما نكمل الأسئلة، وصلتنا تبرعات من الإعداد يعطيكم العافية. قائمة التبرعات
600 ريال من خليفة عبد الله الشمري، 500 ريال من فاطمة علي أحمد. دعواتكم الوالدة بالشفاء، الله يقومها بالسلامة ويلبسها لباس العافية. وعندنا 350 ريال من مهدي بن يحيى بن محمد الزهراني، تقبل الله منكم هذه الصدقات وهذه التبرعات. 300 ريال من فاعلة خير، 250 ريال من صالحة البقمي، تقبل الله منا ومنكم صالح أعمالكم وتبرعاتكم. نكمل الست الأسئلة الباقية، عندنا خطأين وعندنا جوابين صح؟ أتمنى أن الأجوبة الباقية الستة يكون فيها خطأ واحد يا محمد إن شاء الله. طيب، كم مدة بقائكم بالبيت القديم بعد وفاة والدك؟ قلت لي أن الإجابة 4 سنوات. 4 سنوات محمد كانت من الاختيارات، وكانت إجابته صحيحة. طيب، اللي بيدك يا محمد وش هي؟ مصباح. قلنا سبحة. سبحة مين؟ أنا قلت سبحة مساعد. سبحة أخوك مساعد، ممكن تعطينيها بس عشان أنا لازم ترد الأمانات لأهلها. محمد، أنا لما سألت أهله قالوا لي إنه نوعاً ما بعيد نصف البعد عن تفاصيل الوالد الخاصة، وحتى هو قبل شوي قالها. وش السبب ذا يا محمد؟ ليش اللي خلاك يعني بعيد؟ هل هي غير متوفرة؟ ما هي قريبة لك؟ لا مو ما هي قريبة، بس كانت مختصة أخوي أكثر شيء والوالد، وما أقدر أتدخل فيها زيادة. يعني أغلب مقتنيات أبوك الله يغفر له ويرحمه مع أخوك مساعد. إيه. طيب، هذه السبحة أخذناها من أخوك، بس إنه قال لنا إنها تنتمي لأخوك مساعد بعد. طيب، باقي 4 أسئلة وعندنا كم خطأ قلنا؟ خطأين. أتمنى إن شاء الله أن الأسئلة الباقية يشملها الصواب بإذن الله. متى آخر عمره لكم كعائلة؟ متى آخر عمره لكم كعائلة؟ أنت قلت عام 2015. للأسف الشديد، تتوقع أنها صح ولا غلط؟ أنت كنت يعني مجاوب على السؤال هذا يعني تقريباً بثقة شوي. أنا كنت شاك، بس إن شاء الله أنها صحيح بإذن الله. طب ليش ما طلبت اختيارات لهالسؤال؟ لا، طلبت في اللي أصعب منه، هذا تقريباً كان يعني متوقع أني بجاوب. طيب، كانت الاختيارات لهذا السؤال عام 2015، 2016، 2017، وكانت إجابة محمد للأسف الشديد، كثرت معنا اليوم كلمة للأسف الشديد، وللأسف الشديد أنها الخطأ الثالث اللي يقع فيه محمد اليوم، كانت الإجابة عام 2017 كانت الإجابة. يعني فرق سنتين بين الإجابتين، أتوقع أنه يعني تلام فيه محمد الصراحة. قبل 5 سنوات ما هي مثل قبل 8 سنوات. قلت أنا شاك، الذاكرة شوية تخون. طيب، عندنا 3 أسئلة الخطأ فيها ممنوع، 3 أسئلة لابد أن محمد يجاوب فيها بالشكل الصحيح إذا كان يبغى لقاء أهله بدون أي عوائق. وإن كان وجدت العوائق وقابل أهلها اليوم، راح تكون عواقب غدا في البرايم. أعيد لك وزيد يا محمد، لو أن أحد الأسئلة هذه كان خطأ، راح تقابل أهلك وتغامر في البرايم؟ نعم. طيب، لو خرجت من البرايم بكرة راح تلوم نفسك؟ على وش؟ على إجاباتك الخطأ، ما أكيد أنه ما راح يكون على لقائك بأهلك. لا إن شاء الله ما راح ألوم نفسي بإذن الله، هذه الكاتبة الله يصير، وهذا اللي كاتبه الله. طيب، أنت قلت لي لزمة عند أخوك مساعد إذا غضب، وش قلت أنت؟ والله ما خليك. والله ما خليك، وكانت الإجابة صحيحة. ننتقل للسؤال اللي قبل الأخير، وهو كم توقع أهلك لأدائك في البرنامج؟ وأنت قلت لي ممتاز. هل أنت راضي عن الجواب؟ هل أنت راضي أنك تشوف نفسك ممتاز يعني كأداء الفترة الماضية؟
ايه اشوف نفسي ولا تشوف فيه قصور تحصل؟ لا فيه قصور خفيف باذن الله، بس اني بتعداه وبقدم ان شاء الله اللي يرضي جماهيري ويرضي اهلي باذن الله. طيب هلك اعطونا الاجابه مختلفه ولا غير مختلفه؟ غير مختلفه صح ان شاء الله. اهل محمد قالوا ان نشوفه ممتاز ودنا انه يشد حيله، والاجابه صحيحه يا محمد. السؤال الاخير معنا اليوم اصعب ماده عند اخوك مساعد ورسب فيها، انت قلت لي الرياضيات. انت قلت لي انت نجحت فيها وهو كان هو رسب فيها محمد مساعد محمد الرياضيات. تمني ادري منك بس اتوقع انه هو اللي ما احب الرياضيات. طيب يعني واضح ان السؤال هذا ملغم واعطيتك انا اختيارات صح؟ طلبت فيه اختيارات. إيه؟ واضح ان هذا على صعوبته. قلنا فيزياء او الكيمياء او الاحياء او عفوا الرياضيات. قال محمد الاحياء دي تدخل في علوم. كيف؟ الاحياء والكيمياء تدخل في علوم. لا لا قلنا الفيزياء والكيمياء والرياضيات. او الرياضيات، وانت قلت ان الرياضيات هي الاجابه الصحيحه. وش تتوقعون يا شباب؟ لا ما نبغى امنياتكم. انا حتى انا امنيتي انا اقول انها صح. ان شاء الله انها صح. توقعاتكم ولا ما تبغون احد يدخل؟ طيب لنفترض لو انه طلعت الاجابه خطا، ودكم من يقابل اهله يدخل براين؟ ومعاه في لا هذه ما هي ابتدائيه. لا هذه ماده رسب فيها اخوه بس ما ودنا يدخل براي. طيب لا طب انا اقول نفترض لو انه ما قبل او ما قابل اهله بسبب اجاباتها الصحيحه، هل انتم مؤيدين انه يقابل اهله ويدخل براي؟ لا يعني انا كنت ضد انه يقابل اهله. انت كنت ضد؟ يعني ضد التضحية باستثناء انه موجود امه. باستثناء الوالدة يستاهلون، لكن الوالدة تعنى. الوالدة لها استثناء خاص. لها استثناء خاص. طيب صاحب التجربة له وجهة نظر، لكن لو انه قاعد يشوفنا الان من التلفزيون يمكن تتغير نظرته. الوالدة ما تنظر. هذا الكلام فيه نقطة ثانية، فيه وجهة نظر مختلفة من ناحية اهلك ومن ناحية امك، يمكن انها تقول نرجع حنا وتكمل انت مشوارك ولا تلحقنا بكرة يا محمد. لا إن شاء الله. السؤال كانت إجابته الكيمياء غلط، ما بين الرياضيات والفيزياء. الإجابة كانت للأسف الشديد يا محمد، وكل شيء له ثمن وكل شيء له قيمة، الإجابة للأسف الشديد كانت خاطئة. إجابة محمد كانت الإجابة فيزياء. الآن محمد